أخطاء سينمائية ساذجة وقع فيها كبار المخرجين. أخطاء الأفلام أمر وارد الحدوث، ولكن هناك أخطاء ساذجة وقع فيها الممثلون ويتحمل مسؤوليتها المخرج، حيث أنه لم يتداركها أو لا يكون قد لاحظها من الأساس أثناء التصوير، وتظهر تلك الأخطاء في بعض الأفلام والتي قد يصيب بعضها المشاهدين بنوبات من الضحك، وبعض الآخر قد يصيب المشاهدين بالغضب نتيجة لسذاجتها. في فيلم ستار وورز، في أحد لقطات فيلم حرب النجوم الشهير، يظهر مجموعة من الجنود الآليين وهم يسيرون متجهين لأحد الممرات داخل أحد السفن الفضائية، ولكن الطريف في الأمر أن أحدهم اصطدم بأحد الأحزمة المنخفضة، ثم استكمل المشهد مباشرة ولم يلاحظ مخرج العمل تلك اللقطة المضحكة وسط أحداث الفيلم. في فيلم جلادياتور، فيلم المصارع بطولة النجم راسل كرو، في أحد مشاهد الصراع داخل الحلبة انقلبت إحدى العربات الحربية وظهر في جزئها الخلفي أنبوب غاز، من المتوقع أن يكون قد استخدم في المشهد لقلب العربة، ولكن المخرج لم يدرك ظهور الأنبوب في المشهد. أما في فيلم تيد، الفيلم الكوميدي تيد، ظهر فيه بطل الفيلم في أحد اللقطات وهو يتحدث في الهاتف، ولكن لم يدرك أنه يحمل الهاتف بصورة معكوسة رأسا على عقب. أما في فيلم The Usual Suspect، عند متابعتنا لمشهد دخول الطائرة للمطار من المقدمة، أجد أن الطائرة ذات 4 محركات، ولكن بعد لحظة واحدة تتحول الطائرة إلى محركين فقط، في خطأ كشف تركيب المشهد. أما في فيلم ماريا أنتوني، خطأ صادم في السير الذاتية لمالكة فرنسا وقعت فيه مخرجة العمل صوفيا كابولا، عندما دار حذاء من ماركت كونفيرس على الأرض بجوار المالكة وهي ترتدي أحد أحذيتها الأرستقراطية. أما في فيلم دالاس باير كلاب، هذا الفيلم تدور أحداثه في العام 1985، ولكن في الخلفية تظهر صورة لسيارة لامبورغيني من طراز 2011. أما في فيلم The Avengers، في أحد مشاهد هذا الفيلم يظهر ثور وبجواره سيارة محطمة بالكامل، ولكن في مشهد معين تظهر فيه سيارة صادمة في الصدام الأمامي بجوار يد ثور، ولكنها في نفس اللقطة تتغير وتظهر بدون الانبعاد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وترك تعليق والضغط على زر أعجبني. نشكر جميع متابعينا الكرام لوصولنا لـ 4500 مشترك.